فاجمالا بكميه الفعاليات الرهيبه دي، طبعا بالخلاف ان احنا عندنا فعاليات يوميه واحتفاليات بكتب جديده في معرض بكين، يعني يوم 26 يوم 28 في احتفاليات بكتب جديده هتصدر داخل معرض بكين، فيعتبر هو فعلا الحدث الثقافي الاكبر والاكثر تاثيرا بين الصين والدول العربيه في مجال النشر، وان شاء الله نتعدى بعد كده لغيرها من المجالات ان شاء الله. فده موضوع يعني الزياره باختصار والفعاليات اللي هنقوم بيها، ولو في بقى اي اسئله او حاجه ممكن نجاوب فيها حضرتك. شكرا لك.